قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتحاد الأوروبي يستغل الولايات المتحدة، في إشارة إلى غرامة قياسية فرضها الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات دولار على شركة جوجل. وغرد ترامب قائلا إن الاتحاد الأوروبي استغل الولايات المتحدة فعلا، لكن ذلك لن يستمر لفترة طويلة. هذا وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت غرامة الأربعاء على جوجل قدرها 4 مليارات و300 مليون يورو بسبب ممارسات احتكارية عن طريق نظام تشغيل أندرويد، وسط توقعات بأن يزيد ذلك التوتر سوء العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل.